أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تسير بخطى واثقة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والتي تعد ركيزة أساسية لمواصلة جهود تحقيق تنمية مستدامة تتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار معاليه لالتزام الحكومة بتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة عبر تشجيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات والترحيب بها على الدوام، وذلك على نحو يعزز من قدرة المملكة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية على حد سواء، من خلال المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتبني ممارسات تجارية فضلة، إلى جانب إيلاء الأولوية لتوفير فرص نوعية للمواطنين وخلق بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار. جاء ذلك لدى حضور معاليه حفل الدورة الثالثة لدرع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي نظمته مؤسسة البلاد الإعلامية. بهذه المناسبة نوه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بما تمثله مبادرة صحيفة البلاد من منصة سنوية مهمة لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في المسؤولية الاجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص، بما يدفعها لتطبيق سياسات إدارية ناجعة تسهم في تعزيز دورها المجتمعي. كما أشاد معاليه بحرص وسائل الإعلام في مملكة البحرين على التحلي بالقيم المهنية والأخلاقية تجاه الفرد والمجتمع، مثملا جهودها في تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية. بعدها تفضل معاليه بتسليم ميدالية التميز لشخصية العام 2024 إلى الدكتور عبد الرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير، وهي جائزة جرى استحداثها في الدورة الحالية وتمنح للشخصيات الإدارية العليا في الشركات البحرينية تقديرا لجهودها في ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية. كما تفضل معاليه بتكريم الجهات الفائزة بالفئة المختلفة من درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية. هذا وقد أعرب معاليه عن أمنياته لجميع الجهات المنظمة والمشاركة والراعية والفائزة بالتوفيق والنجاح، وعن أمله في أن تكون الجائزة دافعا للشركات لتوسيع دائرة الاستفادة المجتمعية. من جهته قال الدكتور عبد النبي الشعلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البلاد الإعلامية إن المسار التصاعدي لحجم المشاركة في مبادرة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات يعكس نجاحها في تحفيز الشركات لإبراز جهودها وبرامجها للمسؤولية الاجتماعية وبيان حجم ما تساهم به مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. We'll be right back.
طب تشرفت اليوم بتسليم الميدالية الذهبية للشخصية العامة في العمل التطوعي في التنمية المجتمعية، وهذا التكريم بالنسبة لي تتويج لجهود 40 سنة عمل في خدمة البحرين والمواطن البحريني والبيئة البحرينية، ووجود صاحب المعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتكريم الشركات وتكريم الشخصيات هو أكبر دليل باهتمام القيادة الرشيدة في مملكة البحرين والحكومة الرشيدة في دعم هذه المبادرات. كوني كأحد المسؤولين وزملائي الشركات الحمد لله البحرين بخير وفيها كثير من الناس اللي يدعمون مبادرات التنمية المستدامة والعمل التطوعي وخدمة المجتمع، وأنا فقط مثال من ذلك، ولكن البحرين محظوظة بذلك.